ميدان مطار الملكة علياء الدولي، والحمد لله الانطلاق إلى دول البلقان. رحلتنا إلى كوسوفو تنطلق بعد قليل. الحمد لله الوصول إلى العاصمة الكوسوفية بريشتينا، مطار بريشتينا الجميل، ونحن الآن بانتظار الشنط. طيب إذن الحمد لله وصلنا، والآن ريحانة البلقان. البلد جميلة جدا، إن شاء الله راح تشوفوها في التلفزيون، وشعبها كثير طيب. هذا الفرق بينه وبين اللي راح على تركيا. الشعب التركي الفترة الأخيرة خاصة صار وضعه شوي صعب. إخواني، مدينة كوسوفو هي من ضمن دول البلقان. يوغوسلافيا سابقا كانت عبارة عن مقدونيا وكوسوفو وصربيا ألبانيا والجبل الأسود مونتينيغرو، هذول كانوا كلهم اسمهم يوغوسلافيا سابقا. بعد إذا احنا في بريشتينا عاصمة كوسوفو، والباص أخذنا إلى بريشتينا مول، أكبر مول في أوروبا الشرقية. هنجلس فيه ساعتين. الوصول إلى بريزرين، المدينة الثانية في كوسوفو. حبيب، هذا الإفطار إخواني بالصالة، هاي من 8 للـ10، وهي الباسورد. يا ريت صباح الخير. الآن تناولنا طعام الإفطار في هذا الفندق الجميل في وسط المدينة اللي اسمه سيتي هوتل، وحتبدأ رحلتنا تقريبا بعد نص ساعة. محل سوبر ماركت في كوسوفو المدينة بريزرين.
كل شيء موجود. فعلا كلها محلات كندا هاي المنطقة. اوه ما شاء الله صرنا جوا البازار. يا شغل قرآن هذا الرجل ما شاء الله. كلها محلات ملابس حجري قدام صور جنبه. في فوق مقابلنا اخوان الان وصلنا هاي مقابلنا فوق في القلعة طبعا سيارة ما بتوصل عليها قلعة برزلن قلعة مفتوحة مكشوفة عبارة عن اسوار قلعة من وسط مهدم. طيب احنا في مدينة برزلن وهذا مسجد سنان باشا التاريخي اللي بناه البحار الغازي العثماني اللي اسمه ابراهيم سنان اللي هو الباشا بحار. وهنا في عنا الجسر الحجري اللي حنروحه الان ان شاء الله. و في عنا قلعة برزلن طريقها ربع ساعة إلى الأعلى. وفي هنا مسجد ضايل منه ميداني فقط هنشوفه بعد شوي. وفي الحمامات التركية بس مغلقة. هذه مية السبيل عند مسجد سنان باشا المي صالح للشرب. يلا بسم الله. ليش معمار سنان؟ عمره أكثر من 400 سنة والأتراك حكموا هاي المنطقة لفترة طويلة. بسم الله مسجد سنان باشا من الداخل ما شاء الله فتح المسجد. واه طراز جميل. دي مية باردة صالحة للشرب. هاي الناس بتيجي بتعبي وبتشرب منها. نفس نظام البوسنة برضو موجود هذا السبيل. طبعا هاي المي بتكون جاي من الجبال لو كانت تروج والمي بتلاقيها باردة ومتوفرة على مدار السنة. طيب احنا الان جايين على الجسر الحجري هو معلم من معالم كوسوفو او مدينة برزلن تحديدا. ونجد احنا الان صرنا فوق الجسر. باشا جميل هناك في كنيسة. هذا مسجد سنان باشا تاريخي. هناك في قلعة برزلن اللي هي اسوارها لفوق بدها ربع ساعة. منطقة جميلة فعلا. واو الطريق ما اجمله. اوه متشابك. اذا طالعين
وأمرنا لله. يا الله حوالي 20 دقيقة طلع طريق صعب. طيب يبدو انه اللي بوصل قليل لانه الطريق شوي صعب وطويل والحرارة عالية، بس الحمد لله استطعنا ان نصل. نشوف المنظر. اوه سحلية لونها جميل. إذن الوصول إلى قمة قلعة بريزرن التاريخية، ومن هنا بنقدر نشوف منظر على كل مدينة بريزرن. هذا مسجد سنان باشا اللي كنا عنده قبل شوي. شوف الآن كيف صار، قديش طلعنا. هاي المدينة ما شاء الله البيوت كرمدي. هاي مسجد آخر، هاي مسجد آخر. شايفين إطلالة القلعة؟ احنا من القلعة بنطل على كل المدينة اللي هي بريزرن الجميلة من فوق ما شاء الله. وهي اسوار القلعة، ها هي القلعة. حنأخذ فيها جولة بسيطة قبل ما نتحرك. اذا هاي القلعة ما زلنا في هذا المكان، طبعا اكيد لها تاريخ كبير. إن شاء الله بنقرأ عنه ونعرف أكثر عن هذا المكان. شوف فينا زي المغارات. هاي ساحة المسجد من الخلف يبدو، وبرضو فيها محلات جميلة والله للبيع. هدايا، محلات هدايا، تحف. هنا بيجي المسجد نفسه. الله، ومسجد سنان باشا. كل هذا نجيش ما شاء الله. يا الله، محلات، أساور، هدايا، حجابات، شنط، ميداليات. مدينة متحركة ما شاء الله. إذن إلى وسط المدينة، المنطقة المزدحمة. فين صار أولادنا؟ شوف السبيل في صار عند الناس ما شاء الله.
مملكه فلسطين حره من النهر الى البحر. الجبال المحاطه فينا على اليمين هاي اسمها جبال شار، جبال شار، وهذه محاذيه لجمهوريه مقدونيا. خلف الجبال مباشره جمهوريه مقدونيا، يعني تعتبر مدينه بريفالا او هضبه بريفالا هي محاذيه لجمهوريه مقدونيا. مرتفعات بريفالا وهي مثل تقريبا ايدر اللي في طرابزون، هي منطقه او هضبه فيها جلسات، فيها مطاعم، فيها باجيز، فيها ركبة الحصان، تشتري عسل، تشتري فواكه، في أشياء كثير، في خيارات كثيرة ومتعددة، كل واحد بيعمل اللي خاطره فيه. هذا باصمة رقم واحد، ما شاء الله تقريبا 40 واحد. إنجاز. هلو. مرحبا عليكم السلام. هي أنا في عندك العسل. عسل جميل. Maybe while going back. Now we just start our day. Thank you. طيب هذه إذن هاي كلها، هذا الماركت اسمه ماركت بريفالا، هاي هضبة بريفالا، هاي بياع الذرة، وهي هنا هضبة أيدر الكوسوفية اللي هي اسمها بريفالا. هذا المطعم اسمه مطعم الأيتام، صاحبه تركي، والأموال اللي بيربح فيها بحطها للأيتام. عامل مسجد وعامل مطعم خشبي وعامل ديكورات جميلة جدا، وما شاء الله شكله. هذا صاحبه رحمة باشا الله أعلم، لكن ديكوره جميل جدا. هضبة بريفالا هذه احنا على حدود مقدونيا، بيننا وبين مقدونيا الجبال هذه، لو قطعناها بنصير في دولة تانية، شو رأيكم؟ شوفوا هالمشوار ما شاء الله في الغابة، ديروا بالكم بس تطلع لكم دببة. احنا طالعين الى منطقة فيها شلال، واحد حكى لنا 5 دقائق، بعد 5 دقائق واحد قال لنا كمان 10 دقائق، وهلأ واحد بحكي لنا 10 دقائق، فمش عارفين قديش هاي المنطقة بعيدة صراحة. هدول بياعين الذرة. الله، احنا ان شاء الله واحنا مروحين نشتري ذرة من عند الجماعة هدول. خلاص احنا قريبين جدا من الشلال، يكون هذا هو بس. لا ما في شلال، انا لا ارى شلالا، لكن شايف ناس، شايف فوق مقلب. إذن هذا هو الشلال اللي احنا جايينه. إذن هنا الفواكه ما شاء الله كلها فريش، شوف قديش حبة الدراء، واو ما شاء الله نص شمامة. بقول لك الكيلو ب3 يورو، يعني تقريبا 13 ريال. شكل اللي بدك اياه وخذ الكيلو ب3 يورو. فاحنا بدنا نشكل ونشوف ايش هيطلع معنا. يا رب.
طيب هذا اسمه جالاريا مول، ومن أكبر المولات في مدينة بريزرن، وفي جنبه مول ثاني اسمه أبي تشيرتشي، نفس الحاجة قريب وفي كل الخدمات، لكن هذاك مفتوح هذا مغلق. الفود كورت ما شاء الله، كثير اشياء ما سمعنا عنها، جرين سلطة شكله موجود في كل مكان. في هذا مطعم اسمه واو تاع عصائر. طيب احنا دخلنا على مول ثاني اسمه ابي كالشيا، ملاصق لمول جاليريا شوبينج مول اللي كنا فيه قبل شوي، هذا مفتوح بينما هذاك مغلق، يعني احنا جينا على المفتوح قبل على اساس نبعد عن الشمس، والان نشوف هذا المفتوح ممكن نشوف ايش في عنده، ناخذ جوله. الله يستر. طيب مول جميل فعلا، هاي محل كوتون، هذا محل تركي، وشفنا إلسي وكيكي قبل شوي، شفنا محل باتا، وشفنا محلات تركية كتير كان فيه موجود في المنطقة. هاي نافورة جميلة، وهي علم كوسوفو يرفرف. Thank you.